عندنا ماسك للوش، وينفع على فكرة للشعر كمان. هو الزبادي، اوكي، بجيب كوباية زبادي وبحط عليها معلقة عسل ونص ليمونة. حلو. اوكي، فكرته ان الزبادي فيه طبعا فيتامين بي وفيه حمض اللاكتيك اللي هو بيفتح وكمان بيرطب الزبادي، وبنزود بقى الليمون عشان الفيتامين سي والكولاجين يعني على وشنا وعلى شعرنا على وشنا وبعد وشعرنا. نخش ناخد دش. ربع ساعة، وطبعا مية دافية في الأول عشان نفتح المسام، وبعدين مية ساقعة عشان نقفل المسام بعد ما حلو. نخلص. يبقى كده الماسك اتعمل صح جدا. يبقى زبادي عليه ليمون. اه، ده نص ليمونة. اوكي، ايوه، يعني بالليل وانتوا بتاكلوا الزبادي بالليمون اعمله ضعف ضعف. ايوه. واحد تاكلوه والتاني تحطوه على وشكم وعلى شعركم. انا على طول باكله من ساعة ما قلت عليه، بيفرق جدا والله بجد. طب الحمد لله. اولا حبيت طعمه، يعني فكره ان الزبادي مع الليمون بقى طعمه لذيذ بالنسبه لي طب ومفيد قوي زي الحمد ما قلت. لله. اهم حاجه بس غسل السنان قبل النوم علشان الليمون مش كويس للسنان اه، عشان بالليل. حمض، صح. بس هي بقى حطيتي اخر حاجه ايه بقى؟ العسل والليمون والزبادي. ليه بقى العسل؟ عشان العسل ده مضاد حيوي طبيعي، فبرضو لو في اي شوائب في البشره هو بيعالجها وبينظفها. حلو حلو قوي قوي. اهو، ده بيبقى شكله كريمي شويه، بكل ما يعني ممكن نقلل كميه الليمون والعسل، بس هو يعني بيبقى زي الكريم. بس تمام. ده لازم يستخدم فريش بقى، يعني ما ينفعش نسيبه بقى في الثلاجه وناخد منه لحد ما يخلص، لا. ما يعني زي ما احنا بقول بنحضر. بالليل كده واحنا ايوه بنعمل نعمل ده كده. وطبعا اللي هي بس للبشره وللشعر دي نزود عليها العسل، لكن اللي عاملين 7 خطوات ما يحطوش عسل بالليل، بتزود في الوزن. ما عدا الناس بقى اللي محافظه على صحتها، مش عايزه تخس، او اللي عايزه ايه تتخن شويه، ممكن تزود عسل.